بعد ما انطلقت أشغال المؤتمر منذ صبيحة اليوم، من المنتظر أن يكون هناك تصويت في هذه الأثناء. هل لك أن تضعنا في صورة آخر تطورات هناك؟ نعم زميلتي، في هذه الأثناء استأنف هذه الجلسة المسائية التي سيتم فيها عملية الاقتراع السري لأزيد من 1600 مندوب لحزب التجمع الوطني الديمقراطي من أجل انتخاب أمين العام الجديد للتجمع الوطني الديمقراطي للسنوات الخمس المقبلة. أين جميع الحظوظ في صالح الأمين العام بالنيابة الحالي سيد أحمد أونيا للظفر بقيادة ثاني قوة سياسية في البلاد؟ زميلتي، في هذه الأثناء التحق بالقاعة الأمين العام السابق للأرندي السيد عبد القادر بن صالح، أين قام بملاقاة الأمين العام بالنيابة السيد أحمد ويحيى بالتصافح، حيث برر غيابه خلال جلسته الصباحية للنظر إلى جدول الأعمال، حيث كان في مهمة خاصة. ذلك سيتم في هذه الأثناء الشروع في عملية الاقتراع السري حاليا. طيب طاهر بنزين، عن مدة الاقتراع السري، يعني هل هناك معلومات كم ستدوم عملية الاقتراع السري؟ مدة الاقتراع السري لم تحدد، باعتبار أن هناك 16 صندوق وأزيد من 1600 مندوب لم يتم تحديد، لكن ربما 3 ساعات أو 4 ساعات على الأكثر. لكن الإعلان عن نتائج عملية الفرز وإعلان عن النتائج لم تخضعنا بعد القيادة الحالية أو القائمين على تحضير أشغال المؤتمر، لم يصحوا حول إمكانية إطلاق النتائج بعد الفرز أو تأجيلها إلى غاية يوم غد الجمعة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك طاهر بنزين، موفى التلفزيون النهار إلى فندق الأورسي، على كل هذه التوضيحات، وأكيد ستكون لنا تغطية لهذا الحدث السياسي. أكيد زميلتي، شكرا.